بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. في البداية بقدم تعزينا أسرة برنامج الدين والحياة لأسر ضحايا العملية الإرهابية الغادرة على مديرية أمن الدقهلية. ربنا ينزل السكينة والصبر على قلوب أهليهم وذويهم، وينزل الصبر على قلوبنا. ولو إن ما يحدث فوق احتمال البشر، ولو إن ما يحدث من عمليات غدر يعني هنا وهناك، نفذ معها صبر كل المصريين. يا رب اجعلها آخر الأحداث المحزنة يا رب. تعبنا وعجزنا وشعرنا شاب في السنة دي بعشر سنين قدام، اللهم اجعلها آخر الأحزان يا رب. إنما سنة الحياة إن الحزن والفرح يمشوا في دنيتنا متوازيين، والموت والحياة هما وجهين لدنيا واحدة. وهنفضل نتكلم عن الحياة طول ما فينا نفس، ولغاية ما الموت يخرجنا منها.